على مدار سنوات احتلال فلسطين، تمكن الفلسطينيون من انتزاع حرية آلاف الأسرى من سجون الاحتلال عن طريق صفقات التبادل. كان أولها عام 1968 حينما اختطفت الجبهة الشعبية طائرة إسرائيلية تضم أكثر من 100 راكب، أفرج مقابلهم عن 37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية، وآخرها صفقة وفاء الأحرار عام 2011 بين حركة حماس والاحتلال، فحرر 1027 أسيراً مقابل جلعاد شاليت الذي أسر في 2006، سبقها الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية عام 2009 مقابل الحصول على معلومات حول جلعاد. وما بين الأولى والأخيرة تاريخ مليء بمحطات وجهتها حرية الأسرى، ففي عام 1969 نجحت الجبهة الشعبية مجدداً في اختطاف طائرة بقيادة ليلى خالد، أسرت ليلى إثر العملية واستشهد من كان معها، فتم الإفراج عن مستقلي الطائرة مقابل ليلى. تبعتها صفقة عام 1971 عندما عقدت حركة فتح صفقة لتحرير الأسير محمود حجازي مقابل جندي إسرائيلي، ثم في صفقة النورس عام 1979 أفرج عن 76 أسيراً مقابل جندي واحد أسرته الجبهة الشعبية القيادة العامة، وتمت في قبرص يوم 14 من آذار بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بعدها بعام واحد جرت صفقة جديدة بقيادة منظمة التحرير للإفراج عن الأسيرين مهدي بسيسو ووليام نصار مقابل عميلة للاحتلال. وبعد 3 سنوات تمت عملية تبادل جديدة تحرر فيها جميع أسرى معتقل الأنصار في الجنوب اللبناني، وعددهم 4700 فلسطيني ولبناني، إضافة إلى نحو 100 أسير من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح 6 جنود إسرائيليين من قوات النحال الخاصة. كانت حركة فتح قد أسرتهم في لبنان في اليوم 4 سبتمبر عام 1982. أما في عام 1985 فجرت عملية تبادل بين الاحتلال والجبهة الشعبية القيادة العامة، سميت بعملية الجليل، حرر بموجبها 1155 أسيراً مقابل 3 جنود إسرائيليين. في اليوم 13 من عام 1991 استلم الاحتلال جثة جندي كانت تحتجزها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ سنة 1983 مقابل عودة أحد مبعدي الجبهة وهو النقابي علي عبد الله أبو هلال. اليوم بعد أسر المقاومة الفلسطينية لأكثر من 250 جندياً إسرائيلياً في طوفان الأقصى، ما هو شكل الصفقة الجديدة؟